صباح الخير استاذ خالد. اهلا صباح الخير. اهلين امام. جيت بوقتك حتى مخرمع عليك اسد شاي. تفضل. صحة. وانا شو لمين ولا هولين؟ لا الاسي معها. تريد شيء استاذ؟ انا لا ابدا. سلامتك. الله يسلمك. يا عمان. خير استاذ. بدي اسالك الانسه مها شو اخبارها؟ من اي ناحية استاذ؟ ما فهمت عليه. قصدي يعني بس بيني وبينك عماد، ها يعني هاد بضل سر وما حدا بيعرف فيه. سرك كبير استاذ، احكي ولا يهمك. بصراحة يعني انا عم فكر اطلب ايد الانسة معها، اخطبها يعني. وانا بوثق فيك يعني، وبعرف انه خلطتك معها منيحة، فانت شو رأيك؟ الحقيقة معك حق تفكر فيها، لانه البنت حلوة وبتلفت نظر، بس بعتقد مالك بالطيب نصيب. ليش؟ مخطوبة يعني؟ لا مو مخطوبة، بس حسب ما سمعت الأنسة معها حلفة يمين ما تتجوز أقل من مدير عام. ايش هيك يعني؟ خبط لزق. ايه استاذ، خبط لزق. صحيح هي حلوة وبتاخد العقل، بس البين انها طموحة كتير. يعني برأيك ما حاول؟ انا برأيي تنسى الموضوع من عين أصله استاذ. الله وكيلك قديش انا بدللها ولا بتأخر طلباتها. اي طلب تطلبه بيحضر دغري، بس اذا تضف وغلطت معها غلطة قد راس الدبوس بتتنطور فيي. صحيح هي ما لعي ضربة لازمة، بس ما بعرف استاذ ليش لما بتصرخ فيي هيك بتبلكم، لساني بيرتبط، وشي بيحمر وبيصفر لهالدرجة واكتر. لكن ليش عم قلك مالك بالطيب نصيب؟ لانه شايفة حالة كتير، وكل الموظفين قدامها دبان، ويا أرض اشتدي وما حدا قدي. يعني لا تكون حاطة مديرنا العام بزينة. علمي علمك. عن إذنك ساز القهوة رح تبرد. إذنك معك. تفضل أخي. تسلم. حبيبتي معها؟ أنا مضطرة أطلع بكير اليوم. وليش بقى من غير شر؟ بدي روح جيب الصبي من بيت حماية. بقى إذا أجا شي مراجع بغيابي الله يوفقك، تصرفي معه بدالي. تسلم لي عينك. وأنا معها مضطرة أمشي كمان اليوم بكير، لأنه أنا وجوزي فوزي معزومين على الغدا عن جماعة. إيه وشو المعنى؟ يعني بدكن ياني ضل هون لحالي وشي بوش الحيطان؟ إيه معني شي. ما هو ها حبيبتي، بكرة إن شاء الله بس تتجوزي نحمل كتف عنك بالشغل ومنخليك تطلعي كل الفرق. بدك الصراحة معها؟ والله أنا بحسدك. وعلى شو دخلك؟ لأنه أنتي لا وراكي ولا قدامك، لا في عندك رجال ينق ولا ولد يبكي. ايه وشو قصدك يعني؟ ما قصدي شي، قصدي أنه عايشة لحالك ولا على بالك، ونحن عم نركض نركض ما عم نلحق. طبعاً، اللي بده يتجوز هيك جوازة فقرية هيك بده يصير فيه. بيني وبيني ما في أحلى من الجواز. ايه والله والله عندي ضحكة سمورة بالدنيا كلها. ومن هذا سمورة كمان؟ ولو أوام نسيتي ابني سامر. إيه الله يخلي لك سامر وأبو سامر. لشوف شو بدك تستفيدي منه غير بالسق والنق والطلبات وشغلان البال. يلا عبير خلينا نمشي، تأخرنا. يلا بدكن تروحوا روحوا، أنتوا حرين، بس إن شاء الله يمرق المدير وما يلاقيكم. وإذا سألني عنكم أنا ما دخلني. المدير وهو أعزب ما مرق لهون لحتى يمرق وهو متجوز. شو قصدك عبير؟ عبير تعي فهميني شو قصدك؟ صباح الخير. أهلين عماد. شو؟ أكيد الفنجان للأنسة معها مو هيك؟ إيه نعم أستاذ، للأنسة معها. دخلك؟ صار لي زمان ما عم بصدفها بالمؤسسة، يعني شو أخبارها؟ حركتها قليلة بالمؤسسة، بس لساها على حطة إيدك. دخلك؟ شو أخبار الزواج عندها؟ ما بعرف أستاذ. ما عادت حكت بالجواز بنوب، ما عادت فتحت سيرته. اخر مره شفتها لمها قاعده لوحدها. انا بعرف انه ام سامر اخذت تقاعد جزئي. ام رامز شو اخبارها؟ ام رامز اخذت امومه استاذ. تع
بتعرف انا عم فكر اخذ تقاعد جزئي، اصلا مليت من كل هالوظيفه. الله يلحق معك يا استاذ، انت بتتعب كثير، حامل كل هم هالدائره على كتافك، الله يكون بعونك. يلا انا بالاذن لازم اروح لعند الانسه، ما حاكم القهوه برديت. الله معك، وينك؟ سلم لي عليها. وصل استاذ وصل. صباح الخير يا سمحة. اهلين عماد، صباح النور. سلموا الايدين. بدي اياك. يا الله. عماد. خير يا سمحة. قلي لشوف شو اخبارك؟ الحمد لله، خير. مبسوط؟ الحمد لله، مين رضي عاش. طيب بدي اسألك سؤال، بس بتمنى انك تجاوبني عليه بصراحة. انا روح قلبي الصراحة. يعني انا من زمان ملاحظة انك بتطلع فيه تطليعات خاصة، نظراتك دائما الى اكثر من معنى. عم بحكي صح ولا انا غلطانة؟ محشومة من الغلط أنا سمع. يعني كلامي صحيح؟ ايه صحيح. طيب وشو بتقصد يا ترى من النظرات؟ والله ما بعرف شو بدي قلك. يعني إذا قلت لك ما بتزعلي؟ لا لا لا، ولا يهمك، أكيد ما رح أزعل. بصراحة أنا كنت معجب فيكي كتير يا أنا سمع. طيب وليش ساكت؟ يعني ما فيها شيء إذا حكيت؟ الإعجاب شغلة مشروعة. شو بدي أحكي؟ أنا وين وأنتي وين؟ شو ناقصك أنت يعني؟ شب وعين الله عليك ومهذب وعم تكسب رزقك بعرق جبينك، ولا ناقصك لا إيد ولا رجل ولا لسان. عم تحكي جد أنسي ما؟ طبعاً عم بحكي جد، شو ناقصك يعني أنت؟ ألف بنت بتتمناك. بما فيهم أنتي أنسي ما؟ إيه نعم يا سيدي، وأنا كمان. يعني لو كنت طلبت إيدك كنتي وافقتي؟ وليش لحتى ما وافق؟ إذا مالك مصدقني بعت أهلك خليهم يزورونا وشوف بعينك إذا بوافق ولا لا. عم تحكي جد ولا عم تمزحي أنسمة؟ لا عم بحكي جد، ليش لحتى أمزح يعني بهيك مسائل؟ يا حسرة يا أنسمة، مالي بالطيب نصيب. ليش بقى؟ لأنه من يومين بس كتبت كتابي على بنت خالي. عم تحكي جد أستاذ عماد؟ إيه نعم، وجد الجد يا أنسمة.